أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. حين تشتد الحرب وتتفاقم الأزمات وتغيب الدولة ويرتفع معدل الفقر ويزداد عدد المحتاجين، يكون التكافل الاجتماعي في ذروة أهميته، حيث تتجسد عبارة الناس للناس في أجل معانيها فكيف يشبع المرء وجاره جائع، وكيف ينام المرء في داره وجاره يشعر بالبرد؟ وما الدفء إن لم يكن دفء الشعور الناتج عن العطاء؟ وما الشبع إن لم يكن شبع القلوب والأرواح الناتج عن مساعدة المحتاجين؟ عن المبادرة الشبابية والمجتمعية في مساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان الكريم، أهميتها والصعوبات التي يواجهها القائمون عليها، سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من بعض المواطنين. طبعا المبادرات الشبابية لخدمة المجتمع في رمضان، أعتقد أن نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات. هي مهمة جدا، خصوصا ونحن في تعز تحديدا يكثر فيها، بحكم أننا في حرب 5 سنوات وحصار والغلاء، رفع الأسعار طبعا من قبل التجار. طبعا هذا يؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة من حصار وغلاء وفقر، ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع، بحاجة إلى بالفعل أن نتكاتف جميعا وأن تكون هناك مبادرات شبابية. نحن نشد على أيدي الشباب ونتمنى أن يزداد أو أن تزداد نسبة الشباب الذين يقومون بمثل هكذا المبادرات لخدمة المجتمع، فالمجتمع بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأشياء، بل نحن كمجتمع مسلم نحن أكثر من غيرنا لمثل هذه المبادرات. فلو نظرنا إلى المجتمع الأوروبي والأمريكي نجد بأنه مجتمع خلاق مبدع، مجتمع يقوم بعمل جانب خيري وإنساني لمجتمعه، ونحن دائما ما نصفه بأنه مجتمع ليس بمجتمع مسلم. فنحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرة الشبابية التي تعطي لمسات حانية، لمسات تحس تجعل من المواطن المحتاج بأمس الحاجة، وأننا نقف إلى جانبه وأنه ليس بمعزل عن المجتمع وعن الآخرين، وأننا بالفعل عندما نقدم له المساعدة نحن أيضا بحاجة إلى هذه المساعدة من أجل البحث عن أيضا الأجر والثواب عند الرحمن الراحمين. فنحن في هذا الشهر الفضيل بأمس الحاجة إلى أن نحتاج إلى رصيد، مثل ما يحتاج التلفون السيار إلى رصيد لكي نتواصل به مع الناس، نحن أيضا بحاجة إلى رصيد مع الرحمن الراحمين لكي نعمل الخير. نحن بأمس الحاجة إلى هذا العمل أصلا قبل أن يحتاج إليه المحتاج. لذلك نحن مع هذه المبادرة الشبابية ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. هناك كثير من الإيجابيات المبادرات الشبابية، خاصة في ظل الوضع المتردي الذي يعيشه المواطن اليمني. هذه المبادرات تقدم مثلا خدمات كبيرة للمحتاجين، بينها مثلا المواد الغذائية، توفير المواد الغذائية، جمع تبرعات من التجار، لأنه العمل المنظم يستفيد منه أكبر قدر من المواطنين. هذه إيجابيات مهمة، وخاصة في رمضان وظروف المواطنين الصعبة وغياب الرواتب إلى آخره. لكن هناك ملاحظات يعني أنا ألاحظها على هذه المبادرات الشبابية. مثلا أو الجمعيات الخيرية بشكل عام، هي عندما يقومون مثلا بتسليم مساعدات غذائية يقومون بتوثيق مثلا مواعيد تسليم هذه المبادرات بتصوير المحتاجين وعرضهم أمام شاشات الكاميرا، وهذا أنا أعتبره يعني عيب أخلاقي بحق الفقراء والمحتاجين. كان بالإمكان مثلا أنه إذا كان من الضروري أنه تصوير المحتاج وهو يتسلم مساعدته، على الأقل إخفاء ملامح وجهه احتراما لمشاعر الناس. بالنسبة لدور المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لها دور مهم جدا، وخصوصا في غياب مؤسسات الدولة وأيضا انقطاع الرواتب وما نمر به من حرب. لكن هذه السنة نرى أن دور المبادرات والمبادرات هذه في هذا الشهر الكريم قلت، ولا يوجد دعم
وتكافل. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض الآراء التي أخذها مراسلنا من المواطنين من الشارع اليمني. نبدأ الآن باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا نهاء العريقي وهي ناشطة مجتمعية تنضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك نهاء، مساء الخير ورمضان كريم. مساء الخير عليك أمل وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك نهاء. نهاء، أنت ناشطة مجتمعية تنشطين بعدة مبادرات شبابية هذه الفترة، ومع دخول رمضان المبارك بالتأكيد أن نشاطكم يرتفع. حدثينا عن الأنشطة التي تقومون بها في شهر رمضان. في البداية دعيني أعرفك على مجموعة تعز العز. مجموعة تعز العز هي مجموعة ثقافية أدبية فنية عامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نعم. تشمل أعضاء من مختلف المحافظات، يجمعنا الود والاحترام والأخوة وحب الخير. نعم. كل هذه الأشياء دفعتنا لإنشاء مبادرة المشاريع الخيرية. شكلنا فريق لعمل المشاريع الخيرية في تعز العز تحت شعار قليل من العطاء كثير من الإنسانية. بدأت فكرة المشاريع من الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء تعز خاصة واليمن عامة. فبدأت الفكرة بالتخفيف من معاناة الناس مما ألم بهم من قصف وحصار في عام 2015. إذا سمحتي لي بتكلم عن مبادرتنا من البداية حتى أصل إلى الحملة الحالية في رمضان. ولكن لطفا نهى باختصار. نعم باختصار نهى. أوكي، بدأنا بأول حملة لنا اللي هي حملة سقيا تعز في نوفمبر 2015. وزعنا ما يقارب 36 واية ماء كبير بهدف التخفيف من أزمة المياه الحادة التي كانت في تعز أنذاك. في نفس الفترة انطلقت حملة أخرى اللي هي حملة بطانية الشتاء واحد، وزعنا ما يقارب 19 بطانية للمشردين في شوارع تعز. وفي عام 2019 مشروع انطلقنا المشروعنا الثالث، مشروع توزيع الرغيف، استهدفنا 120 أسرة في مختلف أحياء محافظة تعز. استمرت الحملة 8 أيام بهدف التخفيف من حدة الجوع. دعيني أنبه على نقطة مهمة، شيء مهم، بأن نحن شباب من وإلى المجتمع، مجهودنا شخصي، لا يوجد داعم لنا أو جهة معينة أو وسيط، إنما نحن كأعضاء الفريق نبدأ بتجميع التبرعات من أقل القليل، نبدأ من الألف ونصل إلى ما نصل إليه. ومن ثم بدأت مشاريعنا الخيرية بالتوسع، وكما يعلم الجميع بأن تعز صاحبة رسالة وخيرها ممتد بلا حدود. قرر أعضاء الفريق أن يتوسع مشاريعه الخيرية ليشمل محافظات كثيرة منها صنعاء والحديدة وعدن وتعز. توسعنا فقمنا بعدة مشاريع، منها مشاريع الحملة السلة الرمضانية، وهذه هي ثالث حملة لنا هذا العام. أول حملة كانت في عام 2018، وزعنا ما يقارب 120 سلة غذائية. وثاني حملة كانت في عام 2019، وزعنا ما يقارب 174 سلة غذائية. وها هي الآن في عامنا الثالث نوزع ما يقارب 105 سلة غذائية. نعم. في صنعاء وتعز وعدن والحديدة. أيضا معنا حملات أخرى، منها حملة أضاحي العيد، تم إنجاز حملتين وبنجاح، استهدفنا فيها ما يفوق 100 أسرة. وحملة بطانية الشتاء تم تنفيذ 3 حملات في 2006 كما أوضحت، و2018 و2019. نعم نهى، يعطيكم العافية وأنتم الشباب كل الأمل فيكم والبركة في الشباب. نهى، حدثينا أيضا عن المعوقات والصعوبات والعقبات التي تواجهنا خلال عملكم، وأيضا عن غياب التمويل لمثل هكذا مبادرة شبابية، ومن أين تأتون بالتمويل لتنفيذ هذه المشاريع؟ كما أسلفت وقلت بأن نحن من وإلى المجتمع، تبرعاتنا من أعضاء الجروب، لا يوجد لدينا داعم أو جهة داعمة. ولا أخفيك بأن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور من عام لآخر، والوضع يتفاقم في ظل غياب الرواتب وغلاء الأسعار. بالتالي فإن أكبر صعوبة نواجهها لنا في الواقع هي ازدياد الحالات الإنسانية مقارنة بإمكانياتنا المحدودة. وكيف هو التنقل بين المحافظات؟ لأنك تحدثت عن تنفيذ مشاريع ربما بعدة محافظات يمنية، هل يسهل لكم التنقل؟ هل يتم التساعد والتساهل معكم؟ كما قلت في داخل اللقاء بأن الجروب يحوي عديد من الأعضاء من مختلف المحافظات. لدينا مناديب في عدن، في الحديدة، في تعز، في صنعاء، وكلنا نقسم هذه الأموال ونرسل هذه الأموال إلى المناديب، وهم بدورهم يقومون بالبحث عن الأسر المتعففة، الفقيرة، المشردين، النازحين، وتسليمهم هذه الأسئلة.
نعم، إذا نهى العريقي ناشطة مجتمعية، كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك نهى، أشكرك لتفاعلك وأنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الآن اتصال آخر هذه المرة من تعز، معنا أيضا ناشطة مجتمعية، معنا ارتفاع القباطي. مرحبا بك يا ارتفاع، مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور، أهلا بك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف بخير يا رب يا ابتهال. يا ارتفاع، أيضا أنت ناشطة مجتمعية تنشطين بعدة مبادرات شبابية، حدثينا عن أنواع الأنشطة التي تقومون بها وخصوصا مع دخول شهر رمضان. في البداية أحيي القائمين على هذا البرنامج الجماهيري الأكثر من رائع. هذه المبادرات الشبابية والتكتلات طبعا لا يستهان بها مهما كانت بساطتها أو كان يشوب البعض منها بعض الهفوات أو القصور، إلا أنها تعكس عظمة الفكرة والهدف النبيل. كانت لنا عدة أعمال بالنسبة لنا ولتجربتنا في هذه المبادرات، لم نقف عند مبادرة بل سعينا لتحويلها من مبادرة شبابية بسيطة تقتصر على المساعدات أو المعونات الطفيفة إلى مؤسسات تعمل بنظام مؤسسي لها أهداف وخطط وبرامج طويلة الأمد ذو رؤية مستنيرة تعمل على إيجاد حلول جذرية. مثلا قمنا بإنشاء مركز تعليمي مجاني لتحويل الأسرة من الاحتياج إلى الإنتاج. كما أن لدينا مشاريع مشروع سقي الماء وتوزيع الطبق الخيري يوميا في شهرنا المبارك. وحاليا نعمل على توزيع المساعدات النقدية كزكاة. طبعا كما أسلفتم سابقا نحن لا نحب ظهور المستفيدين في التصوير أو المحتاجين. عملنا على أن تكون صرف المساعدات النقدية عبر الصرافة حتى يستلم المستفيد نقديا وبعيدا عن التصوير، وتكون هناك ثقة بيننا وبين فاعلين الخير من حيث الإشعارات والتحويلات وقاعدة بيانات للأسر المتعففة. جميل جدا الارتفاع، ونتمنى أن يحدو حدوكم بقية المبادرات الشبابية والابتعاد عن تصوير المحتاجين. ارتفاع، أيضا هنالك من يذهب للقول أنه ربما هذه المبادرات قد تكون مساوئها أكثر من فوائدها، وأن من يعملون في هذه المبادرات هم شباب يبحثون عن الشهرة، عن المتابعين، عن التصوير. ماذا يمكن أن تقولي لهؤلاء؟ كيف يمكن شرح أهمية العمل التطوعي والمبادرات الشبابية خاصة في مثل هكذا ظروف تمر بها البلد؟ هذا يقف على إيمان الشخص وإرضاء خالقه. إذا كان الشخص مؤمن بالله وعنده ثقة بنفسه أن يساعد المجتمع ويكون عنصر فاعل لمساعدة الآخرين، فهو سيبتعد عن النفاق وعن التصوير وهكذا. فلا بد أن يكون إرضاء الله قبل كل شيء. نحن نعمل من أجل مساعدة هذا المحتاج، ومن أجل أن لا نكون جزء من المأساة الذي يعيشها. فلا بد أن يتكاتف الجميع. المبادرات كان لها دور عظيم في مساندة ما عجزت عنه الدولة. لولا المبادرات والمؤسسات لما أصبح حاليا الوضع على ما يرام تقريبا. فبداية الحرب كانت هناك كوارث بيئية، لم تكن الدولة حاضرة. أسسنا مبادرة تطوعية شبابية من أجل انتشال المخلفات وانتشال القمامة من الجسور حتى لا تصاب المدينة بكوارث السيول. كانت هذه مبادرة شبابية من لدينا. إذا المبادرات لابد أن تدعمها الحكومة وتساندها حتى تطبق أعمالها وبكل شفافية. نعم، ورسالة توجهها للمجتمع وأيضا وخاصة للمقتدرين ورجال الأعمال والتجار. نقول للمقتدرين عليهم دعم وتشجيع الأعمال التطوعية، كما أننا نوجه رسالة إلى الدولة في تشجيع مثل هؤلاء الشباب من يحبون أن يخدمون أوطانهم بإخلاص. كثير من الشباب يعمل من أجل خدمة تعب، فلا بد من تشجيعهم والوقوف بجانبهم. توزيع حقائب صحية من قبل المتطوعين كان إنجاز. عمل الطالبات لدينا في مركز التدريب والتأهيل المجاني في صناعة الكمامات وتوزيعها مجانا يعتبر إنجاز.
لماذا لا تقف الدولة في تشجيع مثل هذه القدرات؟ نأمل من الجميع تشجيع الشباب وأن يجعلوا لهم مساحة خاصة لأنشطتهم. كما أن المجتمع لابد أن يقف ويساند مثل هؤلاء المخلصين. أما من لديهم بعض العثرات أو لابد أن يكون هناك دورات تدريبية لمعرفة أصول الأعمال التطوعية. فالأعمال التطوعية لا تكون بنشر المحتاجين، لا تكون بأن نستهين بهم، لا، هناك ألف قدرة على أن تكون أن تصل المساعدة إلى المتعففين دون التشهير بهم. صحيح. قد نكسب ثقة الفاعلين من خلال إيصال سندات رسمية بالخاص، إيصال إشعارات تحويل بالخاص، وهذا يجعل المحتاج بعيدا عن التشهير. صحيح. وهنا أيضا تظهر النية الحقيقية من وراء هذه المبادرات، إن كانت فعلا مساعدة هؤلاء الناس أم مجرد الحصول على الصور واللايكات والمشاركات. إذن ارتفاع القباطي نشطة مجتمعية، كنت معنا من تعز، وأيضا نوهتي إلى نقطة مهمة أعيد التذكير بها، وأنه على الجميع الشباب العاملين في مجال المبادرات والعمل الطوعي أخذ الاحتياطات الوقائية الصحية في هذه الأيام التي نشهد بها خطر تفشي فيروس كورونا. ويعطيكم العافية، شكرا لك ارتفاع القباطي، كنت معي من تعز. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من صنعاء، معنا مازن مسواك. مرحبا بك مازن، مساء الخير ورمضان كريم. يا مساء النور، عيني عليك إن شاء الله. أهلا بك مازن. كان معي ارتفاع ونهى تحدثوا عن العمل التطوعي والمبادرات وما قاموا به في محافظة تعز. ماذا بالنسبة لصنعاء؟ ما هي أهم الأنشطة التي تقوم بها، المبادرات التي تنشط بها في صنعاء؟ نعم، أقول مازن، أنت ناشط مجتمعي تنشط في مبادرات شبابية تطوعية في صنعاء، ما هي أبرز النشاطات والأنشطة التي تقومون بها هذه الفترة؟ هذه الفترة احنا قمنا اولا بعمل حملة، نزلنا كمامات ومعجمات لمركز حج الصحي في بحاجه على مدخل صنعاء، هذا اول بداية تفشي فيروس كورونا. اما حاليا في رمضان احنا فتحنا معنا مشروع تمثيل الغير، مشروع مطابخ خيرية توزيع وجبات عشاء للمحتاجين. نعم مازن، من أين يأتيكم تمويل لهذه الأنشطة؟ هل هي تبرعات ذاتية من أعضاء المبادرة أم أنكم تتلقون دعم من بعض الجهات؟ وما هي الرسالة التي تود أن توجهها للمجتمع وأيضا لفاعلي الخير؟ في معنا من الأسر كذلك يتبرعوا معنا، كذلك العالم الداعمين لهم في الشارع وهذا في صنعاء كثيرة تعاونوا معنا كثير صراحة، كذلك معنا بنت التعاون اليمني ساهم معنا كثير 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 جدا في المطابخ الخيرية، ما قصروا كثر الله خيره. نعم، إذا مازن مسواك كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه المرة من عدن معنا الناشط المجتمعي أحمد عبد القادر، مرحبا بك أحمد، مساء الخير ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا بك أحمد، كيف هو الوضع في عدن؟ كيف هي المبادرات الشبابية والعمل التطوعي مع دخول رمضان المبارك؟ والله الوضع الآن بصراحة بالوضع كله بكل امتياز، بكل العمل لكل المبادرات بعمالهم امتياز، وعمالهم كلها مواصلين بكل اسمه هذا بكل العفو، بس ما هي أنا بالحمد لله أعمالهم مواصلينها بأسلوب جيد جدا ومزدهر جدا. أحمد، هل أثر على عملكم وعلى تحركاتكم الوضع الصحي خطر انتشار فيروس كورونا والآن الإعلان عن 5 إصابات في عدن، هل سيؤثر هذا برأيك على عمل الشباب والعمل التطوعي والتكافل الإنساني في المدينة؟ أكيد سيؤثر. كيف يمكن انه الشباب ياخذوا احتياطاتهم من دون ما يتاثر، ما تتاثر تحركاتهم، ما تتاثر مبادراتهم وعملهم؟ يجب على كل الشباب اخذ الاحتياطات اللازمه بوجود المعقمات والكمامات، لكن بسبب عدم وجود توفر هذه الاشياء لا يستطيع الشباب التحرك باعمالهم، لا يستطيعون التطوع بهذا المجال.
هذه المستلزمات الطبية تقصد أنها غير متوفرة في عدن؟ نعم، مستلزمات طبية غير متوفرة بعدن، وهذا الشيء السبب الرئيسي للنقص في عدن. الشباب خايفين على نفسهم، يضطروا أنهم يجلسوا في البيوت، وهكذا تتعرق الأعمال هذه المبادرات، وما يؤثر سلبا على هذه الأعمال التطوعية والتكافل الاجتماعي بين الناس. أحمد، طيب ما هي أبرز الصعوبات غير الوضع الصحي، وما هي الرسالة التي تحب توجهها للمجتمع، للشباب، لفاعلي الخير؟ أوجه رسالتي أولا للمجتمع بالتكافل مع بعض، واسمه طرح ايديهم مع بعض بكون حيث يكونوا في محاربه اسمه هذا الفيروس وجميع الامراض المنتشره، بحيث يجب علينا ان نكون يدا بيد في اسمه لمحاربه هذه الاوضاع في بلادنا. نعم احمد، ويكفي ايضا انه كل واحد يتفاقد جاره، لو كل واحد تفاقد جاره وتكافل الأحياء فيما بينها ربما لا نحتاج للمبادرات الشبابية. شكرا جزيلا لك أحمد عبد القادر، شكرا لأنك كنت ضيف معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة معنا عمار مرشد من صنعاء. مرحبا بك عمار. عمار هو ناشط مجتمعي وناشط شبابي معروف وينضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك عمار، مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور أمل، ورمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله يا رب. أهلا بك عمار، كيف هو الوضع في صنعاء وكيف هو العمل التطوعي والمبادرات الشبابية خاصة في الوضع الصحي والمخاوف من كورونا؟ والله الوضع يعني بدون ما نتكلم عن النظرة الإيجابية والتفاؤل، لأن الشباب ما قصروا بيتكلموا على حاجات كثير. يعني الوضع هو سيء من قبل، يعني فما بالش أنه يكون في كورونا وأزمة سياسية وحصار، وشباب يعني من زمان يواجه تحدي، أضيف إلى تحدي جديد اللي هو كورونا ومخاطر الكورونا ومخاطر وتهديدات أنهم ينزلوا الميدان يساعدوا الناس في رمضان في الوضع اللي بنمر فيه، واحتمالية كبيرة شديدة جدا بصم بالكورونا. الوضع سيء بشكل عام وأسوأ بسبب عدم التوافق السياسي الموجود في عدن بين الشرعية والاتقال، وعدم التوافق السياسي كمان بين سلطة أمر الواقع في صنعاء صار الله وكمان الشرعية، والوضع بيزيد سوء حقيقة. يعني العالم كله بيتحد عشان يواجه وباء كورونا، دول كبيرة كانت تتصارع على حدودها وأنهت الحرب، دول كبيرة كانت تتصارع اقتصاديا توافقت اقتصاديا على أساس مواجهة جائحة كورونا ما عدا اليمن للأسف. يعني اليمن لا زال بأسوأ حالاته يتشقق، لا زال يضعف، لا زالت القوى السياسية تتحارب لأجل شيء للآن احنا مش فاهمين ايش هو بالضبط، هل هو سلطة، هل هي كرسي، هل هي حكم، للآن احنا مش فاهمين ولا عارفين شيء. فما بالك انه الشباب يواجه التحديات هذه كلها مع ظل كورونا والوضع اللي بتمر فيه صنعاء بالذات، من ارتفاع الأسعار، من يعني ضغوطات وقيود للحرية من قبل أنصار الله في صنعاء، القواعد الجديدة والضوابط اللي ألزمونا فيها الحوثيين في صنعاء في أثناء القيام بالمبادرات اللي هي تصاريح وعدم التجمعات لأكثر من 8 أشخاص وعدم النزول للميدان، وهذه الأشياء كلها الموضوع صعب جدا. يعني زي ما قلتي أنت، أكثر حاجة احنا ممكن نسويها في الوضع اللي بنمر فيه أنه كل واحد يتفاقد جاره. يعني لو كل واحد يتفاقد جاره الوضع حيكون أبسط وحيكون أخف، والبركة طبعا بالشباب وبالمبادرات اللي بينفذوها، مع تأكيد على ما قلتي أنت كمان مع مداخلتك مع ارتفاع مع ضمن مداخلات معك، مع أهمية الحرص على عدم تصوير المستهدفين وعدم كمان أنه تضييق الخناق على بعض المستهدفين من خلال استغلال الوضع اللي بيمروا فيه وأخذ بطائقهم ووعودهم بوعود كاذبة، وأحيانا أنهم يستغلوا أسماءهم بس من أجل الحصول على تمويل ودعم، وفي الأخير ما يوصلش للناس اللي هي حقيقة تحتاج هذا الدعم. نعم عمر، في بين كل هذه المعوقات التي تحدثنا عليها وأبرزها الوضع الصحي والوضع الاقتصادي، كيف يمكن إيجاد بدائل لعمل هذه المبادرات ولإيصال المساعدات؟ ارتفاع كانت تحدثت عن أنهم يقدمون المساعدات كمبالغ مالية عبر الصرافات، ما رأيك بما طرحته ارتفاع، وما رأيك بحلول وطرق بديلة وآليات بديلة؟
يعني شوفي يا أمل، أكون صريح معك، موضوع أنه تحويل مبالغ عبر الصرافة هذا نوعا ما بيثير الشبهات، إضافة إلى أنه القواعد المالية الجديدة لمحلات الصرافة والنقل والحوالات المصرفية بين عدن وصنعاء، يعني إذا أنت حتحولي 100,000 حيتم خصم 10,000 تقريبا و 13,000 ريال مقابلها بسبب العملة الجديدة وتضارب الاقتصادي بين صنعاء وعدن. هذه الأشياء بتأثر نوعا ما كتمويل يعني من فاعلين خير لفئات مستهدفة. في طرق شبكية أو الطرق العنكبوتية هي الأفضل، اللي هو المبادرة تقوم مثلا مبادرة لك يا الله تقوم بتسليم مبلغ معين لتاجر من التجار تحدد فيه كل سلة لكل أسرة كم حيكون فيها الاحتياج الكامل لكل أسرة، ويتم تسليم الأسرة كرت فقط، كرت هي تأخذ الكرت هذا وتروح إلى التاجر القريب من حيها أو من السكن اللي موجودة فيه وتستلم سلتها، مع الحرص والتأكيد على أهمية التعقيم ولبس الكمامات والكفوف وأخذ الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا، وتكون كل أسرة تروح تأخذ السلة حقها من التاجر. اولا بتحفظي يعني وجه الحياه للاسره انها ما تاخذ مساعده بالطريقه المهينه، ثانيا الاسره بتاخذ الوقت المناسب اللي يناسبها تروح تاخذ الاسره من المحل، وثالثا بتروح وهي بتحس انها رايحه تشتري مش رايحه على اساس انه حتستلم مساعده من حد، يعني حتكون مثلها مثل اي حد بالكرت تبعها تشتري منها الاشياء اللي تشتري. صحيح. وهذه طريقه مهمه جدا لانها بتبعدك عن الازدحام وعن الاختلاط اللي قد لا سمح الله يكون في شخص مصاب، وكلنا نعرف فيروس كورونا وطرق انتقاله وسرعة انتشاره يعني، فهذه واحدة من الطرق. فكرة تحويل الأموال داخل صنعاء هي جيدة، بس من صنعاء إلى صنعاء، لأنه هي بيكون في فارق عملة، فارق تحويل 300 ريال أحيانا تكون أو 400 ريال، لكن أنه أنا عندي مثلا 50 أسرة في عدن استدعمهم وأنا في صنعاء، التكلفة اللي حيتم يعني أخذها عمولة من المبلغ اللي حرسله عن طريق صراف لعدن ممكن يقضي حق 3-4 أسر في صنعاء، فهذه مشكلة كبيرة. يعني زي ما ذكرت لك في البداية أنه صحيح. الدولة للأسف والسلطات القائمين على الصراع على الحاصل في اليمن مش مساعديننا أساسا أن احنا نساعد المجتمع اللي هم بيتكلموا كلهم باسمه، أنهم كلهم بيقولوا أنهم بيدوروا مصلحة وخدمة، وللأسف احنا وضعنا يعني الفيروس اللي بينتشر في اليمن هو فيروس أسوأ من كورونا، هو فيروس السلطة وفيروس حب الكرسي والسياسة اللي حاصلة للأسف بنقص وعي سياسي عالي جدا. نعم صحيح عمر، ويمكن أيضا حل تلك الإشكالية كما قلت عن طريق المندوبين لهذه المبادرات وهؤلاء الشباب المتطوعين في المحافظات لتجنب عمولات الحوالات. عمر، بما أنك ناشط مجتمعي منذ سنوات، ما النصائح التي يمكن أن تقدمها للشباب للمبادرات الجديدة؟ أول نصيحتين، يعني أول حاجة لازم الشباب يعرفوا ويتعاملوا بشكل جاد على أنه فيروس كورونا فيروس موجود في اليمن ومنتشر، وإن لم يتم الإعلان عن أنه فيروس كورونا منتشر في اليمن يعملوا بكل المبادرات اللي بينفذوها في الميدان على أنه في كورونا، يعني يكون في عندهم احترازات وقائية سابقة، ما ينزلوش أي مكان إلا هم متأكدين أنه مكان معقم، عندهم كمامات والأشياء دي كلها. الحاجة الثانية للمبادرة الشبابية الجديدة، حلو الزخم اللي موجود، حلو النشاط، حلو الحماس اللي موجود فيكم، لكن لا تخلوش هذا الحماس والنشاط يفقدكم حياء الإنسان المجتمع، يعني لا تصوروش المستهدفين ولا تذلوهم ولا تحاولوا تبينوا، في عدة طرق للتوثيق، في أكثر من طريقة أنك تثبت للداعم أن أنت سلمت المبلغ الموجود فيه للأشخاص المستهدفين. تجنبوا قدر الإمكان عدم عرض وجوه المستفيدين أو حتى عدم إذلالهم بطريقة. وأيضا عمر، إن كانت هذه هي الصور تؤخذ لأجل التوثيق للداعمين، لماذا يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، يتم نشرها إن كانت توثيق للداعم، فأنت صور وانشر للداعم فقط. أنت تقدر توثق لك النشاط لأنه من حقك أنك تتكلم أن أنت سويت شيء في المجتمع، وطبيعي الشباب يكون عندهم الحماس والرغبة أنهم يثبتوا للناس أنهم مميزين، فأنتوا عندكم عدة صور تقدر تصور صور للمواد اللي أنتوا بتوزعوها للأسر بدون ما تبينوا شخص الأسر، وهذه ممكن تنشر بشكل عام، بينما استلام كل أسرة لحقها المنتج ممكن تخليها بينك وبين فاعل الخير اللي سلمت المبلغ. وبالتوفيق لكل المبادرات حقيقة اللي بيسووها الشباب في الوضع اللي بنمر فيها اليمن من آخر 6 سنوات إلى الآن هو عمل جبار حقيقة،
يشكر، والشباب بيواجهوا تحديات وتهديدات في الميدان، بس مع ذلك ان شاء الله ان الشباب يكون هو قوي، والله لنعيش بعزم الشباب ومبادره ثابره الشباب منتصر. نعم، اذا عمار مرشد نشط مجتمعي كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك عمار انك كنت معي في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، هذه المره اتصال من مأرب معنا النشط المجتمعي زكريا البحري. مرحبا بك زكريا، مساء الخير ورمضان كريم. اهلا وسهلا ورمضان كريم عليكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا زكريا، رمضان كريم على جميع ابناء محافظه مأرب. رمضان زكريا، كيف هو الوضع في مأرب من ناحيه العمل التطوعي والمبادرات الشبابيه؟ هل تواجهكم اي صعوبات، اي معوقات من اي طرف كان؟ بالطبع رمضان في مأرب غير أي رمضان في منطقة أخرى. مأرب اليوم ليست مأرب أمس، ومأرب لا يشبهها أي مكان في الجمهورية اليمنية. مأرب اليوم تحتوي على أكثر من 3 ملايين نازح، وهذا عدد هائل. مأرب اليوم فيها ما يقارب أكثر من 200 مخيم نزوح. مأرب اليوم مدينة مترامية الأطراف، تتسع إلى الصحراء والجبل وتتسع إلى كل مكان. مأرب اليوم يتوجه إليها الناس من كل مكان. هناك صعوبات كبيرة للعمل الطوعي، برغم أن هناك تواجد كبير لعدد المبادرات الشبابية، لما يقارب 25 مبادرة شبابية كلها تعمل في عدة مجالات. لكن الصعوبات كثيرة جدا جدا مع وجود منظمات كثيرة التي لا تستفيد منها المبادرات إطلاقا، وعملها منفصل عن عمل المبادرات الشبابية، باستثناء ما تقدمه المبادرات الشبابية من الجهد الذاتي الخاص بها. لماذا لا تقوم هذه المنظمات باستغلال هذه الطاقة الشبابية والشباب في أعمالها في مأرب، خاصة كما ذكرت أنها اليوم أصبحت مأرب من أكثر المدن ربما اليمنية ازدحاما باللاجئين الفارين من بقية المحافظات التي تشهد مواجهات؟ نعم، المنظمات والنشاط الشبابي، شباب المبادرات بشكل عام شباب واعي ومثقف، من الطالب الجامعي والطالب المدرسي، الطالب والطالبة، الرجل والمرأة من مختلف الأعمار المشاركين في المبادرات الشبابية، لديهم رؤية غير رؤية المنظمات التي تسعى الآن إلى استغلال الوضع الإنساني في اليمن. إذا كان يا أختي الكريمة راتب الموظف في المنظمة يصل إلى 6000 دولار، المبادرة الشبابية تنفذ مشروع بقيمة 1000 دولار أفضل وأجود من المشروع الذي تقدمه المنظمة. صحيح. بنفسها. هناك تنسيق مع المنظمات لكن في المجال التنموي، هناك تنسيق مع المنظمات لكن في المجال الذي يثمر لأبناء الوطن ويثمر لهؤلاء النازحين ويعود عليهم بالخير والمنفعة، لا تلك المشاريع التي تكون فيها نسبة فائدتها لا تقل عن اليوم أو اليومين وما شابه. النشاط الشبابي في مأرب نشاط كبير جدا، لكنه كما قلت وللأسف منفصل عن المنظمات. هناك نسيان وتجاهل كبير، أقول تجاهل بالأخص من السلطة المحلية في مأرب، لأننا نعمل على تنسيق مع السلطة المحلية لكن للأسف لا يوجد أي تجاوب، سواء من الوحدة التنفيذية أو من إدارة المبادرات الشبابية في السلطة المحلية، باستثناء مكتب الشباب والرياضة ومستشار وزير الشباب والرياضة، رغم أنه لا يوجد أي صلة رسمية بين النشاط الشبابي للمبادرات الشبابية ووزارة الشباب والرياضة. نعم، ومع ذلك الوزارة لا تدعم النشاط الشبابي إلا كغطاء رسمي فقط. والبركة فيكم زكريا ويعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك زكريا البحري كنت معي من مأرب. مشاهدينا الكرام، نختم مع آخر اتصال ومعنا عبد الفتاح الحمادي وهو ناشط مجتمعي من محافظة تعز. مرحبا بك عبد الفتاح، مساء الخير. مساكم الله بالخير والعافية، وشهر مبارك على الكريم وشهر مبارك على الجميع. بس لتصرف من مدينة صنعاء. أنت من صنعاء، تحدثنا من صنعاء؟ نعم، نحدثون من صنعاء. نعم، أهلا عبد الفتاح. أنت نشط في مبادرات شبابية في صنعاء أم في تعز؟ في صنعاء.
في صنعاء نشط في مبادرة ديبيتك المدير التنفيذي لها، وحاليا مدير بصمة خير الخيرية. بصمة خير أنشأناها تقريبا في قبل أشهر قليلة، بدأنا في يعني لنا مشاريعنا الخيرية وفي سلة رمضان، بدأنا في 70 سلة رمضانية، الآن اقتربنا تقريبا من 120 سلة رمضانية. بدأنا في إطار نطاق أمانة العاصمة، حاليا نتوسع في مدينة سعد إن شاء الله، أوجد لنا هناك بؤرة خير سوف تنشط معنا وتزداد عدد السلال. ما يميزنا أختي العزيزة إن إحنا قررنا وفق الأسس اللي وضعناها في بصمة خير أن يكون لنا مشاريع ذاتية، بمعنى ذلك أن يكون معنا رأس مال في بصمة خير نقرض لها نقرض الأسر التي تحتاج إلى إنشاء مشاريع خاصة بها، يعود عليها بالنفع لمدة 3 إلى 4 إلى 6 أشهر حسب نوع المشروع نفسه، وبالتالي بعد انقضاء المدة هذه يعود العائد هذا إلى الجمعية نفسها، ونقربها أسرة أخرى وتكون بدون أي عائد مادي، وهذا طبعا ما يميز بصمة خير. جميل جدا، يعطيكم العافيه عبد الفتاح الحمدي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من صنعاء. للاسف وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لك عبد الفتاح انك كنت معي ضيف في هذه الحلقه، وشكرا لكل الجهود التي تبذلوها في اعمالكم التطوعيه في جميع المحافظات اليمنيه. مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعه الجزء الثاني من التصريحات التي اخذها مراسلنا ايضا من الميدان ثم نعود. طبعا اهميه المبادرات الشبابيه للمحتاجين او للمجتمع اهميه كبرى، خاصه وان هؤلاء المحتاجين ذو دخل بسيط ودخل محدود، فالمبادرات الشبابيه تخدمهم من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من المستلزمات، سواء غذائيه سواء صحيه او غيرها من المستلزمات التي يحتاجونها افراد هؤلاء المجتمع الذين يحتاجون هذه الاشياء التي تلبي مطالبهم وتلبي احتياجاتهم وتلبي معيشتهم الحياتية. وتخفيف المعاناة على الناس الصباحة، والناس الصباحة يعني أكثر من الناس المرتاحين، ويعني الحروبات هذه أدت للناس المعاناة الزفت والجوع، يعني تغطوا أشياء يعني كثيرة في الناس الصباحة والفقراء بخاصة بالشهر الكريم هذا. بالنسبة للمبادرات الشبابية هي تواصل التراحم والتقارب الأسري بين المواطنين وهؤلاء الشباب الذين يعتبرون نخبة، والحمد لله أنهم يتواجدون بشكل كبير في بلادنا. طبعا أهميتها أنها تخفف على المواطنين عبء كبير من هذا. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر كل من كان ضيف معي من الشباب والشابات النشطين في المبادرات الشبابية في جميع المحافظات اليمنية، والشكر لكم موصول من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي ومن طاقم البرنامج. إذن كونوا في أمان الله.